مركز التوحد طبعا احد اهم المشاريع اللي احنا كوزارة سعيدين بان ينشأ في هذا الموقع، خاصة انه يتوسط محافظة شمال الباطنة، ونأمل منه انه يعني يقدم خدمات لحالات التوحد على مستوى المحافظة وايضا على مستوى الحالات اللي بتكون الجلسات محافظة ايضا الجنوب، في حالات اللي ممكن نستقبلها او اللي ما ممكن خدمتها في الاماكن الاخرى. المركز هذا بالنسبة لنا مركز يعني نوعي، لأنه الأول من نوعه متخصص في حالات التوحد، نعول عليه كثير حقيقة. نشكر دعم جسور بشكل كبير جدا، لأنه لولا وقفتهم معانا ولولا دعمهم في أن هذا المشروع يكون على واقع الأرض ما كان لهذا المشروع أن يتحقق.